أربع مسائل لابد أن يأتي بها الإنسان. لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن نصلي قبل أن نصوم. يا بددو شن غزت غبشن را عر بصوم نخاب قوقو نمز بشني بشني بجا ونجني بجا. إذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمناه. شن غرز بغشامة أبي وجه قاكور قبتيش عشان غرب غزشانو. تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى الله أن ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. أي تور بغزجا شان غزا بغباشا أبو تيتو عمل بشا أبي يوجق بوكوا أبي تسخر وخيجانو. ولابد أن نصبر أولا على العلم على التعلم على الدراسة الشرعية. أودو شخواجا علم شزاد غباشم دي صبر زخد غشن خيش. ونصبر ثانيا على العمل يعني تصبر على أداء الصلاة في وقتها على صيام شهر رمضان مثلا. أبي وجه صبر زخ بغشين خويش زخ بغشاتين خويش عاش بغزاجم دي نماز شبشم دي نش وشيتم دي. ولابد أن نصبر على الدعوة إلى الله على تعليم الدين على تفقيه الناس. أبي وجه صبر زخ بغشين خوي زخ بغشاتين خوي تسخر دينم وشيجم سخر دينم شخوبشم. إذا صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. عار من الدنيا مش تغزا عجما اللحم جيئم أخرتم جوابر تمام التجنو.